بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فضيلة شيخنا الشيخ خالد غني عن التعريف، وهو من أبرز تلاميذ شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. موضوع هذه الحلقة سيكون حول بحثه الموسوم بعنوان هدايا العمال والموظفين وتطبيقاتها المعاصرة. أترك الحديث لضيفنا فليتفضل. مشكورا، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر إخوتي الكرام في قسم الفقه ممثلا برئيسه واللجنة المكلفة بإعداد والإشراف والتنسيق لهذه الحلقات العلمية النقاشية، كما أشكر فضيلة الدكتور الشيخ سعد الجلعود على تفضله وتواضعه بالتقديم وإدارة هذه الحلقة، وأشكر لأصحاب الفضيلة الكرام الذين انضموا إلى هذه الحلقة التي أسأل الله تعالى أن يجدوا فيها شيئا مما ينفع ويفيد. فيما كما أشكر أيضا الإخوة من الطلاب وسائر من شاركنا في هذه الأمسية، أسأل الله تعالى لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح. الحقيقة الموضوع الذي نتحدث عنه هو أو الذي عقدت هذه الحلقة للبحث في موضوع يمكن أن يوصف موضوع الساعة، من جهة أنه جاء في نهاية الفصل ويكثر السؤال في نهاية الفصول الدراسية من قبل من يعمل في التعليم، سواء كان ذلك في المراحل ما دون الجامعة، المراحل التعليمية الأولية أو الجامعية أو العليا، وسواء كانت الدراسة نظامية أو تطوعية كحلق القرآن، يكثر السؤال عن ما يقدمه الطلاب والتلاميذ لمدرسيهم من هدايا في نهاية الفصول وما حكم ذلك. إضافة إلى هذا بالمناسبة الحالية الوقتية، أما المناسبة العامة فأنتم تعرفون وتشاهدون ما تقوم به الدولة رعاها الله ووفقها من جهود مباركة في محاصرة الفساد وقطع كل طريق يوصل إليه ومحاسبة كل من تورط فيه بأي نوع من أنواع التورط، ومن ذلك ما يتعلق بالهدايا والمنح والعطايا التي يأخذها المشتغلون بالوظائف والولايات العامة أو حتى الولايات والوظائف الخاصة. وبالتالي الحديث في هذا الموضوع في الحقيقة هو من المهمات التي ينبغي العناية بها، وقد أعددت البحث حسب ما يكون من خلاله استعراض النقاط المتعلقة بهذا البحث إن سمحتم لي، وهو عرض يشبه ما أن يكون زبدة ما أو مختصر ما في هذه الدراسة من نقاط هدايا العمال والموظفين وتطبيقاتها المعاصرة. هذا هو العنوان، وهو بحث سبق أن نشر في مجلة وأيضا أخرج في كتاب. ما سبب الشروع في هذا البحث أو ما سبب الشروع في بحث هذا الموضوع هدايا العمال والموظفين وتطبيقاتها المعاصرة؟ الإجابة على هذا السؤال أن دول العالم اليوم تتسابق في تبوء المكانة العليا، وذلك عن طريق نجاحها وتقديمها في وتقدمها في إدارة التنمية والبناء. ونظرا لكون أكبر المعوقات التي تواجه عملية التنمية هو فشو الفساد الإداري والمالي الذي يتجلى في صور عديدة، منها ما يتلقاه كثير من العمال والموظفين على اختلاف طبقات وظيفية من الأموال والفوائد، سواء كانت بمسمى الهدايا أو الامتيازات أو العمولات أو الخدمات أو غير ذلك المسميات، كان بحث أحكام هذه الموضوع أحكام هذا الموضوع
من المهمات التي يحتاج إليها وإلى توضيح أحكامها، ما يحل منها وما يحرم. هل هذا البحث سبق أن تناولته دراسات سابقة؟ البحوث الشرعية فيه قليلة حسب ما وقفت عليه، بما لا يتناسب مع حجم الموضوع وخطورته على تنمية الدول واقتصادياتها، ولا يلبي الحاجة إلى بيان جوانب الموضوع وتفصيلات. ولذلك أنا أقترح على إخواني في دراسات الماجستير والدكتوراه أن يعتنوا بهذا الموضوع، موضوع الفساد المالي والأحكام المتعلقة به، سواء كان في صور الفساد أو فيما يترتب عليه من عقوبات وجزاء. ما أهمية هذا البحث في المجتمع الإنساني؟ أهمية البحث أولا أنه ساهم في معالجة صورة من أهم صور الفساد الإداري وأكثرها انتشارا، والتي تسعى الدول الجادة إلى محاصرته والقضاء عليه. الثاني إسهام لبيان التدابير الشرعية لمعالجة هذه القضية المهمة، بيان شمول وسمو الشريعة المباركة وسعيها فيما يعود على المجتمع الإنساني بالصالح، تجلية جوانب هذا الموضوع فيكون المسلم على دراية بأحكام هدايا الموظفين، ما يجوز منها وما لا يجوز. هذه نقاط يبرز من خلالها أهمية هذا البحث. لقاء اليوم سيتناول 4 مباحث. المبحث الأول حقيقة العمال، هدايا العمال والموظفين، وفيه عدد من المطالب. المبحث الثاني الأصل في الهدايا. المبحث الثالث الأصل في هدايا العمال والموظفين. المبحث الرابع ضوابط جواز هدايا العمال والموظفين. بعد ذلك نبدأ في المبحث الأول حقيقة هدايا العمال. عندنا التعريف للهدايا وتعريف العمال والموظفين والتركيبي وأنواع الهدايا وصنوفها. الهدايا من حيث التعريف اللغوي يعني ما بعثته إكراما أو توددا، هذا يميز الهدية عن الصدقة وعن أنواع القربات الأخرى، هو ما يعطاه الإنسان إكراما له أو توددا له، لا لحاجته ولا لمكافأته على عمل أو ما أشبه ذلك. الهدايا في اصطلاح الفقهاء تمليك من دون عوض لغير حاجة المعطى، تمليك من غير عوض لغير حاجة المعطى. هناك ألفاظ ذات صلة بالهدايا، الرشوة، ولا بد من معرفة الفرق بينها وبين الهدايا. الفرق بين الرشوة والهدية، الفرق في القصد، الفرق الأول في القصد والفرق الثاني في الشرط. أما ما يتعلق بالمقصود، مقصود الرشوة إبطال الحق وإحقاق الباطل، مقصود الهدية الأهلية المودة والإكرام والإحسان والتودد، وقد يكون المكافأة. الرشوة لا تكون إلا بشرط وطلب من الآخر، أما الهدية فلا شرط معها. هذا أبرز ما ذكره العلماء من الفروق بين الهدايا والرشوة. العمال والموظفين، تعريف العمال والموظفين، العمال جمع عامل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيل الذي يستخرج الزكاة عامل، لأنه يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله. الثاني من التعريف الاصطلاحي للعمال، من يتولى أمرا من أمور المسلمين، هذا عند الفقهاء، سواء كان ذلك في أخذ الحقوق الواجبة شرعا كالجباية الزكاة ونحوها، أو كان الولايات العامة أو الخاصة. أما الموظفون فالتعريف، تعريف الموظفين، الموظفون جمع موظف، ومن المصطلحات الحادثة، وهو ما يسند إليه القيام بعمل يقدر في زمان معين، فإن مادة وظف تدل على تقدير الشيء، هذا لغة. أما اصطلاحا فاستعمال كلمة موظف فيما يسند إلى عمل خاص عام أو خاص لم يجري عليه استعمال الفقهاء. والموظف في استعمال المعاصر شخص يستخدم للقيام بعمل أو خدمة لشخص آخر على أساس مستمر. الفرع الثالث أنواع الموظفين، وهم قسمان، موظفو الجهات العامة وموظفو الجهات الخاصة. الجهات العامة الحكومية، وأما الخاصة الشركات والمؤسسات والأفراد. ويأتي تعريف إجمالي للعمال هدايا العمال والموظفين بعد ما تم تعريف العمال والموظفين. هدايا العمال، وهذا ضابط مهم حتى نميز الهدايا عن غيرها مما يكتسبه العمال والموظفون. الهدية، هدايا العمال التي نتحدث عنها في هذا البحث، هي كل ما يستفيده العامل والموظف من التمليكات العينية أو النقدية،
هذا جزء، وكذلك ما يمنحه من التسهيلات أو الخدمات بحسب بسبب عمله من غير رب العمل، يعني من غير صاحب العمل، من غير صاحب الوظيفة، سواء كان جهة عامة أو جهة خاصة. يعني الشيخ سعد الصوت واضح؟ إخواني مع أنتم؟ واضح شيخ. طيب إذن هذا التعريف، تعريف هدايا العمال والموظفين موضع البحث، كل ما يستفيده العامل والموظف من التمليكات العينية، مثلا يعطى قلم، يعطى قطعة أرض، يعطى ما أشبه ذلك من الأشياء العينية، أو نقدية دراهم نقود، أو يمنح تسهيلات مثل يمكن من استعمال مثلا أمور يعني تسهل له، أو خدمات مثل يعطى مثلا إمكانية السفر بالطائرات، تذاكر مثلا، هذه خدمات، أو نقل أو خطوط مجانية، أو يعطى مثلا من يخدمه في جانب من جانب العمل، كل هذا مما يدخل في الخدمات بسبب، وذلك بسبب عمله، يعني بسبب الوظيفة التي يشغلها من غير رب العمل، يعني من جهة أخرى غير ما يأخذه ويتقاضاه من راتب. أنواع هدايا العمال والموظفين تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، باعتبار جنسها، وباعتبار سبب الهدية وباعثها، هذا الاعتبار الثاني، باعتبار جهة الهدايا هذا الثالث. ما يتعلق باعتبار الجنس، هدايا ذات قيمة مادية وهدايا ذات قيمة معنوية. اعتبار ذات قيمة مادية مثل العينيات والنقود لها قيمة مادية، اعتبارية مثل الدروع ومثل التكريم، حفل التكريم وما أشبه ذلك، هذا قيمته اعتبارية. باعتبار سبب الهدية وباعثها، هدايا سببها العمل والوظيفة سواء بعلم جهة العمل أو بدون علم جهة العمل، وهدايا سببها لا صلة له بالعمل والوظيفة، يعني هذا باعتبار ما يصل العامل الموظف من الهدايا نوعان، إما شيء له صلة بالعمل أو شيء لا صلة له بالعمل، فينقسم باعتبار السبب إلى قسمين. الاعتبار الثالث جهة الإهداء، يعني من قدم الهدية، أيضا من قدم الهدية يمكن تصنيفه إلى نوعين، هدايا تكون من جهة العمل نفسه، العمل، المؤسسة، الشركة، الجامعة، الجهة التي يعمل فيها تقدم له هدية، سواء كانت هدية عامة لجميع الموظفين أم خاصة ببعضهم بسبب يعني تميز أو غير ذا أو بدون سبب من الأسباب. هدايا تكون غير جهة العمل، سواء كانت ممن له مصلحة لدى جهة العمل أو لم تكن له مصلحة. هذه أنواع الهدايا التي تصل للموظفين. المبحث الثاني، الحين انتهينا من المبحث الأول، المبحث الثاني الأصل في الهدايا، ونتناول فيه مطلبين، المطلب الأول مشروعية الإهداء، والمطلب الثاني مشروعية قبول الهدية، يعني مشروعية بذل الهدية، وهذا المطلب الأول، والثاني مشروعية قبول الهدية. فيما يتعلق بمشروعية قبول الهدية، بذل الهدية، الهدية الإهداء وهو التقدم بالهدية لشخص، من حيث الأصل مشروع مندوب إليه، وقد استدل أهل العلم بأدلة عديدة من الكتاب والسنة على مشروعية ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا وتحابوا، والتخريج عندكم، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة، طبعا جارة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ولو أدنى ما يكون، حتى فرس النشات وهو ظلفها لا 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 تحقره، وهذا ندب إلى إهداء كل ما يمكن أن يهدى ويكون سبب للود والتقارب بين الناس، هذا يدل على مشروعية الإهداء. أما مشروعية القبول، فاتفق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا إذا لم يقم مانع شرعي، إلا أنهم انقسموا في حكم القبول إلى قولين، يعني إذا لم يوجد ما يمنع شرعا فالأصل مشروعية قبول الهدية، أي الندب إلى ذلك، لكن ما منزلة هذه المشروعية؟ المشروعية يعني أن الشريعة جاءت بالندب أو بالحث على ذلك، هل هو على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ هذان قولان لأهل العلم، القول الأول أن قبول الهدية مستحب مندوب إليه غير واجب، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا إشراف نفس. بالنسبة للأدلة،
أدلة القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم هو قول الجمهور، إذا دعيت لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فهو ندب إلى ذلك فعلا بقبوله والإثابة، وقولا بقوله لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع كراع لقبلت. أما أدلة من قال بالوجوب فاستدلوا بقول لا ترد الهدية، وقوله ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني، فأقول خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك. الراجح من هذين القولين هو أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين الأدلة، ولما في الرد من الإساءة للمهدي وهو محسن، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المبحث الثالث الأصل في هدايا العمال والموظفين. إحنا قبل قليل نتكلم عن الإهداء من حيث هو بذلا وقبولا، الآن البحث في هدايا العمال وهو نوع من الهدايا خاص يقدم للعامل في جهة عامة أو جهة خاصة. الأصل في هدايا العمال والموظفين على اختلاف مراتبهم وجهات عملهم عامة أو خاصة المنع والتحريم، هذا هو الأصل. طبعا لما نقول الأصل نحتاج إلى أن نستدل له حتى يقوم هذا الأصل، القاعدة المستمرة والأمر المستصحب في الهدايا المقدمة للعمال والموظفين هو المنع والتحريم. الدليل قال وقد تواطأت الدلالات المتنوعة على أن الأصل في كل ما يستفيده العامل أو الموظف من التمليكات العينية أو النقدية وما يمنحه من التسهيلات أو الخدمات لأجل عمله، يعني بسبب عمله من غير رب العمل، عدم الجواز. إذن الآن يقدم أن هناك دلالات متنوعة، بمعنى أنه لا يستفاد هذا الأصل من دليل بعينه، بل هو مستفاد من مجموع أدلة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والحديث وإن كان في إسناده مقال لكن يشهد له الحديث الذي يليه وهو ما في الصحيحين من حديث عدي بن عميرة الكندي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل، هذا في جهة عامة، فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، المخيط هو الإبرة، فما فوقه إبرة فما فوقه، يعني ما زاد على الإبرة، ما فوقه يشمل يعني ما فوقه صغرا وما فوقه كبرا. النص يحتمل الوجهين وكلاهما مراد، هذا من البلاغ النبوية. فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، غلولا أي مال مكتسب على وجه محرم، فإن الغلول يطلق على كل مال مكتسب من غير حق، هذا على وجه المعنى العام. والمعنى الخاص هو ما يأخذه العمال أو ما يأخذ من غير حق في الغنيمة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدال على أن الأصل في هدايا العمال والموظفين التحريم ما روى أبو حميد قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لتبية على الصدقة، يعني على الزكاة وتحصيلها جبايتها، فلما قدم قال هذا لكم، يعني من الزكاة والصدقة، وهذا أهدي إلي، يعني قدم إلي على وجه الهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جلس في بيت أبيه أو أمه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو لا. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لضابط ومعيار لما يتميز به ما يقبل من هدايا العمال وما لا يقبل. فمعنى قولها لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أو لا، يعني هل الوظيفة والعمل والتكليف الذي كلف به سبب في تحصيل هدية أو لا؟ فإن كان لا سبب له، هو كما لو كان في بيت أبيه أو أمه، فإنه
لا فإنه يجوز له أخذه. أما إن كان العمل الذي كلف به قد تسبب في حصول هذه الهدية فإنه لا يجوز، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. دقيق أو جليل، صغير أو كبير، مخيط فما فوقه. الدليل الثالث من الأدلة ما روى عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. والراشي والمرتشي صورة من صور ما يسمى بالهدايا التي يأخذها، يعني بعض الناس يسمي الهدية الرشوة هدية أو إكرامية أشبه ذلك. فهذا الحديث من الأدلة على أن ما يستفيده العامل الموظف من التمليكات العينية والنقدية أو التسهيلات أو الخدمات لأجل عمله من غير رب العمل لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، كما دل عليه حديث أبي حميد الساعدي وحديث أيضا لعن الراشي والمرتشي. عمر بن عبد العزيز وجه الدلالة من الحديث، عمر بن عبد العزيز أهديت إليه هدية فردها، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، هل كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة؟ نحتاج إلى حصر الصور والأحوال التي تكون فيها هدايا العمال والموظفين جائزة في ضوابط جامعة. يعني بعد ما عرفنا أن الأصل في هدايا العمال التحريم والمنع، إذا اشتبه على الإنسان جته هدية وهو موظف في جهة خاصة أو عامة بس يعني واشتبه عليه، هل هي جائزة أو لا؟ الأصل التحريم، أن العمل هو سبب هذه الوظيفة أو في هذا العمل من غير رب العمل، هذا هو الأصل. ولكن هناك ضوابط نحتاج إلى معرفتها حتى يتميز ما يباح من هذه الهدايا أو ما لا يباح. لماذا نحتاج إلى الضوابط؟ لما كان من أنواع الهدايا، من أنواع هدايا العمال والموظفين وصورها ما قد يتجاذبه أصلا. احنا تقدم لنا الأصل في الهدايا والأصل في هدايا العمال. الأصل إباحة الهدايا وإباحة الهدايا وحلها، والأصل الثاني تحريم هدايا العمال وحظرها، فيخرج عن الأصل الخاص في هدايا العمال والموظفين وهو المنع والتحريم إلى الأصل العام في الهدايا وهو الإذن والمشروعية. فإنني سأحاول حصر تلك الصور والأحوال التي تكون في أداء العمال والموظفين جائزة في ضوابط جامعة. وما أجمل الضوابط لطالب العلم، لأنها تعين والمستجدات والصور الحادثة ليجيب عليها ويصل إلى حكمها، ليتميز ما جاء الشرع بالإذن فيه من تلك الهدايا وما هو ممنوع منها. الضوابط عندنا في هذا الأمر 6 مطالب تمثل الضوابط التي نحتاجها لتمييز ما يحل من هذه الهدايا الواصلة للعمال وما لا يحل. المطلب الأول، كل هدية لموظف ليس للوظيفة أثر في حصولها فهي جائزة. المطلب الثاني، كل هدية لموظف تأذن فيها جهة الوظيفة فهي جائزة. الثالث، كل هدية لموظف يتسامح فيها عادة فهي جائزة. الرابع، كل هدية لموظف كافأ عليها المهدي فهي جائزة. الخامس، جميع أنواع أوجه المنافع التي تقدم للموظف لها أحكام الهدايا. السادس، جواز الهدايا للموظف مشروط بسلامتها من مظنة التهمة والخيانة. هذه 6 ضوابط نأتي عليها ضابطا ضابطا، ونذكر أيضا يعني مستند هذا الضابط وبعض التطبيقات التي تتعلق به في مجال المعاملات المعاصرة. كل هدية لموظف ليس للوظيفة أثر في حصولها فهي جائزة. هذا واضح. أنا والشيخ سعد في قسم الفقه، أهديه لا لأنه موظف، أهديه لأنه زميلي وأعرفه لي علاقة به، فهذا الهدية لا علاقة لها بالعمل ولو كانت في العمل، ولو كان سببها، ولو كان المعطى في يتعلق بجهة عمل، لكن ليس العمل هو السبب. ومثله، طيب عفوا قبل ما ندخل في التطبيقات، هذه القاعدة، كل هدية لموظف
ليس للوظيفة أثر في حصولها فهي جائزة. هذا الضابط مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبي، هذا أصله. قال لكم، لما قال لكم هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم، لا يأخذ أحدكم أحد منكم أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. هناك عدد من التطبيق، طبعا عندكم في البحث منقولات عديدة من كلام العلماء في بيان أن هذا الحديث يدل على أن كل ما اكتسبه الإنسان في عمله بسبب وظيفته من غير عمل فإنه محرم، يكون هذا من هدايا ومن الغلول، سواء كان ذلك مكافأة له على تسهيل خدمة أو إحسان معاملة، لأنه أحيانا يعطى لأنه والله قدم الخدمة بصورة جيدة فيعطيه لأنه والله يعني جزاه الله خير، أني لما جيت للمعاملة ويعني عمل معي ما لم يعمله بقية الموظفين، يعمله بقية الموظفين وبالتالي أنا كافأته. نقول هذه هدية بسبب العمل، لأن إحسان العمل هو الأصل المطلوب من كل موظف، وبالتالي إعطاؤه يدخل في أن هدية للعمل فيها أثر. التطبيقات المعاصرة يقول كل الهدايا التي باعثها قرابة، باعثها قرابة يعني سببها قرابة بين المهدي والمهدى إليه، أو صداقة أو مودة أو غير ذلك من البواعث والأسباب، يستوي في ذلك جميع أنواع الهدايا سواء كانت ذات القيم المعنوية المادية أو النفعية فإنها جائزة إذا كان باعثها غير العمل. مثال ما يكون بين الزملاء أحيانا، لا سيما في المدارس، ومدارس النساء على الوجه الخصوص، تلد مثلا إحدى الزميلات ويتقاطع بقية المدرسات لتقديم هدية لها، تتزوج بنت أحد المدرسات ويجتمع البقية لإكرامها، ولا فرق بين أن تكون معلمة أو تكون مديرة، لأن الهدية باعثها ليس المنصب ولا العمل، إنما باعثها الصداقة وما حصل من علاقة، ولو كانت هذه العلاقة ما حصلت إلا في مجال العمل، لكن سببها العمل ما له دخل، إنما هي لأجل الصداقة وما نشأ من علاقة بين الموظفين. الضابط الثاني، كل هدية لموظف تأذن فيها جهة الوظيفة فهي جائزة. كل هدية تصل للموظف تأذن فيها جهة الوظيفة فهي جائزة. الدليل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي الكندي: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك يستقيل. قال: ومالك؟ قال: ليش استقلت؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أقوله الآن، يعني أكرر هذه المقالة، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، يعني لا يخفي منه شيئا، فما أوتي منه أخذ، يعني ما أذن له في أن يأخذه فهو له. وهذا دليل أنه أي هدية يأذن بها صاحب العمل، الجهة المسؤولة في العمل، فهي جائزة وما نهي عنه انتهى. لكن هنا أنبه إلى مسألة، أنه لا بد أن يكون الذي يأذن صاحب صلاحية في الإذن، لأنه أحيانا يكون من منح الإذن لا صلاحية له في الإذن، أو يكون مشارك في الإذن، كما يكون مثلا في رشوة، هذا ما قال والله أنا أذن لي صاحب العمل، صاحب العمل لابد أن يكون مخولا سواء كان في جهة عامة أو جهة خاصة. من التطبيقات المعاصرة الهدايا المقدمة من جهة العمل، سواء أكانت مكافأة على إنجاز أم تحفيز تشجيع أم تحفيزية تشجيعية، من جهة عمل الموظفين على اختلاف مراتبهم عند نهاية الخدمة، هذه أيضا جائزة لأنه مما أذن فيها العمل وجرت فيها العادة. الضابط الثالث، كل هدية لموظف يتسامح فيها عادة فهي جائزة. يتسامح فيها عادة يعني يغض الطرف عنها عادة ولا يسأل لماذا أخذ ولماذا قبل، فهذا
جائز، لأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مستند هذا الضابط أن ما جرى به العرف وحكمت به العادة تنتفي فيه العلة، وهي التهمة التي من أجلها منعت هدايا الموظفين غالبا. هنا غالبا يعني إذا كان لا ما يعني ما يتسامح فيها عادة، أو إن مظنة التهمة، فهنا ترجع إلى الأصل. ولهذا حنا ذكرنا الأصل لأنه الأصل يرجع إليه في حال الاشتباه. التطبيقات المعاصرة، الهدايا التذكيرية المقدمة للموظفين كالتقاويم السنوية هي على ليس لها قيمة في ذاتها، عادية يعني، أو مفكرات. الهدايا الإعلانية التي تقدم للتعريف بسلعة جديدة، ما يقدم لأصحاب الأعمال الخدمية كعمال النظافة والنقل والصيانة، يعني اللي يسمونه بخشيش أو إكرامية، ما مما يتسامح به في العادة، ولا يتعقب الموظف على أنه أخذ 5 ريال لنقله شيء أو ما أشبه ذلك. ما يقدم من الهدايا في الاحتفالات، في الاحتفاليات للمدراء والرؤساء والمسؤولين، مما يتسامح في عادة. طبعا إذا كان شيء يعني في تنظيم معين فهو يرجع للتنظيم لأنه لا يتسامح فيه، مثل الهدايا ذات قيمة عالية أو ما أشبه ذلك لها ترتيبات معينة، ولهذا لابد أن يضبط يتسامح فيه عادة ولا تخالف النظام. ما يقدم من الهدايا المعنوية للمعلمين والمشرفين والإداريين من قبل بعض الطلاب أو الأمور كالدروع والشهادات التقديرية، هذه مثله. أيضا الفطور الجماعي الذي يقدمه بعض الطلاب لمدرسيهم، يعني هذا مما يتسامح فيه عادة ولا وليس مظنة التهمة. الضابط الرابع، كل هدية للموظف كافئ عليها المهدي فهي جائزة إذا كان لا يمنع منها النظام. أيضا لابد تنضم الشروط بعضها إلى بعض إذا كان لا يمنع منها النظام، لكن لو قال لا، ما لا تقبل سواء كافأت أو لم تكافئ، فهنا يعني يمتنع لأن النظام يمنع ذلك. قابل الموظف من أهداه بمثلها فهي جائزة. مستند ذلك أن الثابت من هذه النبوة أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بالإثابة، كما جاء في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. التطبيقات، ما يقدم للمعلمين من الهدايا التي لا يجوز لهم قبولها سواء كانت من الطلبة أم من أولياء الأمور. أحيانا يقدم له قلم، يقدم له شيء له قيمة، ويقول والله أنا أحرج من القبول، من ردها، وما أدري إيش من التعليلات التي يعلل بها بعض الناس. يقول إذا كان النظام لا يمنعك، ما أذن لك، النظام لا يمنع من أن تأخذ وتكافئ، ففي هذه الحال لا بأس بالمكافأة، فإنه يجوز لهم قبولها إذا اقتضى ذلك مصلحة أو دفع مفسدة راجحة، شريطة أن يكافئهم عليها بمثلها أو بأحسن منها، وإلا فإنها لا تحل لهم بل يجب ردها. ونقول يعني إذا يعني لابد من التحقق من إذن الجهة المسؤولة في القبول وفي المكافأة، لأن المؤاخذة تكون أحيانا في القبول بغض النظر عن كافأت أو لم تكافئ. النظام لا يسمح لك أن تقبل، فبالتالي يعتذر، والله أنا ما أقدر أقبل هديتك، لا يعني نقصا فيك، وإنما لكون النظام يمنع ذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هدية في رد لهدية الصعب بن جثامة، لما قال إنا لم نقبل إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فاعتذر بعذر يقبل لدى المهدي ويدل على أنه ليس لمهانته ولا لنقص فيه. الضابط الخامس أظن، جميع أنواع المنافع التي تقدم الموظف لها أحكام الهدايا، يعني لا تقتصر أحكام الهدايا على العينيات والنقديات، بل حتى الخدمات والتسهيلات. مستند هذا الضابط عموم أدلة تحريم هدايا العمال والموظفين على اختلاف مراتبهم ومواجهاتهم، فالأصل أن كل ما يستفيد الموظف من تمليكات عينية أو نقدية ويمنح من التسهيلات أو الخدمات لأجل عمله من غير رب العمل عدم الجواز. تطبيقات ذلك، ما يقدم لموظف القطاع العام أو الخاص من دورات تدريبية مجانية أو تخفيضات على منتجات معينة أو سفرات وتذاكر، وهذا يكثر في القطاع الصحي حيث تقدم شركات الأدوية للأطباء والصيادلة وغيرهم من موظفي القطاع الصحي هدايا مقابل ترويجهم إما
لأنواع من الأدوية أو ما إلى ذلك، فالواجب أن تعامل معاملة الهدايا وفق ما تقدم من الضوابط، فلا فرق بين أن تكون هدية عينية أو تكون خدمة أو تسهيل. الضابط الأخير من ضوابط الهدايا التي تتعلق بهدايا العمال، جواز الهدايا للموظف مشروط بسلامتها من مظنة التهمة والخيانة. يعني كل ما تقدم من الضوابط لابد أن ينظر فيه إلى أن تكون الهدية بعيدة عن مظنة التهم والخيانة. فمثلا لو كان يكافئ على الهدية، لكن قبول الهدية مظنة أن يتهم بالخيانة، مظنة أن يحابي في عمله، أو أن يوصف أو أن يخون، ففي هذه الحال لا تجوز. هذا الضابط مستند إلى الغاية والعلة التي من أجلها منعت الشريعة هدايا العمال والموظفين، وهي كون الهدايا مظنة التهمة تفضي غالبا إلى ضياع الأمانة وفساد الولاية. التطبيقات، الهدايا المقدمة من طلبة لمعلميهم إذا كانت مظنة تهمة أو خيانة فلا تقبل في كل الصور التي تقدمت. الهدايا المقدمة من المرضى للأطباء والممرضين لأجل زيادة العناية بهم كذلك. الهدايا التي تقدم لمندوبي المبيعات في الجهات الحكومية أو الخاصة مظنة المحاباة في الاختيار واختيار المناقصات وترسية المشاريع والتسعيرات أيضا مما لا يجوز. هذا ما يتعلق بالضوابط. الخاتمة هي جملة من النقاط، الأصل في الهدايا الإباحة ويخرج منها هدايا العمال. الهدايا تعتبر بالنظر إلى سبب الهدية والباعث لها اتفاق أهل العلم على مشروعية قبول الهدية إذا لم يقم مانع شرعي. قبول الهدايا مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين الأدلة، فالرد الذي ليس له سبب في سائل المهدي أيضا من خلاصات البحث. الأصل في هدايا العمال والموظفين على اختلاف مراتبهم وجهات عملهم المنع والتحريم لتضافر الأدلة على ذلك ولجلاء شرها. الراجح جواز الهدايا للموظف إذا كافأ عليها، وإذا كان وذلك أن المكافأة على الهدية يستوي فيه المهدي مع المهدى إليه. الذي بعده اشتراط انتفاء التهمة في جواز قبول الهدايا. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي يعني تضمنها هذا البحث، وهو إيجاز لما تضمنه بحث هدايا العمال. أسأل الله تعالى أن يكون نافعا مفيدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.